السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. راني غبت مدة هادي ولكن لظروف شخصية على داك الشيء، من لهنا الفوق نكون حاضرة ان شاء الله. المهم بغيت نشكر بزاف البنات اللي التحقوا بالقناة جدادين، شكرا بزاف، ونتمنى ان شاء الله تكون القناة والمحتوى نتاعها عجبكم وتكونوا استفدتوا وغتستفدوا ان شاء الله من هنا لفوق. المهم اليوم بغيت نشارك معكم الوصفة اللي درتها لاغلاس ولا الايس كريم، درتو هكا على شكل طرطة وبغيت نشاركو معاكم. والطريقة نتاعو التحضير نتاعو ساهل، والمكونات ما فيها شي مكونات هكا قاسحين ولا كل شي، مهم ساهل وكيتوجد دغيا. راه تاخدو واحد الاناء هكا ديرو فيه 300 مليلتر نتاع الحليب، يكون بارد من الاحسن حيت كيعاون لاكريم باش تطلع. ودرت فيه واحد الساشي نتاع لاكريم، هذيك لاكريم نتاع الغبرة، هاد لاكريم تاع الترك، مهم اي كريم عندكم مهم تاع الغبره. وهذه بنكهه الفراوله نتاع لافخيز، واقيلا هذه ماشي نتاع الفومبواز، هكاك مهم الفواكه الحمراء الفومبواز ولافخيز لوغو نتاعها. صافي مهم الحليب يكون بارد حسن باش تطلع لاكريم. ودرتو في الخلاط باش يتخلط مزيان، مهم حتى تطلع ديك لاكريم مزيان. سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا فبذكري. المهم خليته هكاك شي 3 دقائق هكاك كيتضرب الخلاط. من بعد ملي طلعت لاكريم مزيان زدت عليه الحليب المركز المحلى لو لي كونسونطري هكاك 2 ولا 3 المعالق، المهم على حسب الاختيار ماشي اوبليجي. هنايا هذا الحليب المحلى المركز الا بغيتو تزيدوه في الكريمه السائله كيجي مزيون هكا. هنايا حيت هذه فيها اللوغون المذاق نتاع لافريز على داكشي، ماشي يعني اوبليجي حتى تحطو تزيدوها، ماشي اوبليجي الا بغيتو اختياريه وصافي. المهم من بعد ملي ضربته يعني مجمد صافي، خديت واحد ليمون هكا نتاع الكاطو هكا، هادوك اللي كيتفتحوا ولا اي مول. المهم انا هادو كيتفتحوا لاني ما استعملتهمش، يعني ما فتحتهمش، غير اي مول عادي تغلفوه هكا بالفيلم اليمونتير كيجي حسن، يعني كيعاونك في الا بغيتي تقلبيه. سينو الا كانت يعني شي علبه هكا نتاع البلاستيك كتعاون عاود تاني، حيت هذا يعني كيتفتح هكا كيجي صعيب شويه باش تحيدي غير هكاك وصافي. على داكشي زدت ليه الفيلم اليمونتير صافي. المهم داك الكريمه قسمتها نص هنايا ونص في المول الاخر. من بعد نزيد ندير الطبقه الاخرى غير هذه، الا كان عندكم الملون باش تزيدوا الملون كيكون حسن، حيت داك اللون الوردي مشى ليها ما بقاش، يعني داك اللون الغوز ما بقاش مزيان. وانا ما كانش عندي الملون الصناعي هكا، على داكشي ما زدتوش الملون الغذائي عفوا. ملي ديروا داك الكريمه يعني تحاولوا تملسوها هكا بسباتول ولا معلقه ولا شي حاجه، المهم يعني باش تجي هكا متساويه وصافي. من بعد ملي تساووا هكا يعني تملسوها، ضربوا داك المول على الكوزينه هكا البلون طرافاي باش كما كتشوفوا هكا في الفيديو، باش يعني الا كانت في شي لهوه فيها ولا هكا الفقاعات ولا شي حاجه يعني تخرج باش تعمر مزيان لتحت عاوتاني. يعني واخا ما جاتش من السم معليش ماشي مشكل، حيت غنزيدو عليها الطبقه الاخرى. من بعد صافي دخلتها المجمد يعني هكاك نص ساعه غير باش تشدك الطبقه الفوقانيه شي شويه وصافي باش نزيدو عليها الطبقه الاخرى. وهنايا يعني في الطبقه الثانيه زدت عليها الكريمه السائله، عندي هنايا 3 نتاع البوطات نتاع 200 مليلتر نتاع الكريمه السائله، يعني ما يعادل هكاك 600 مليلتر نتاع الكريمه السائله. صافي زدتهم غير هاد الكريمه السائله، الا كان يعني سخون الحال كنت درتها في المجمد هكاك شي ساعه ولاني ما تجمدتش، يعني غير بردت مزيان وصافي. واخا تكون مجمده هكا شي شويه معليش، حيت بحال يعني كتعقد ملي كديروها هكا في المجمد كتعقد على داكشي. والبول عاوتاني داك الاناء درتو في الثلاجه حتى هذاك باش يبرد،
هكا كتعاون لاكريم باش تطلع. حيت انا واحد الخطره طرات ليا ما درتوش هكا يبرد مزيان، كان في الثلاجه، كانت لاكريم في الثلاجه والمول البول داك الاناء ما كانش في الثلاجه، ما طلعتش لي مزيان، بقات هكا هابطه. وهنايا زدت واحد الساشين تاع لافاني، المهم حتى هذاك اختياري، حيت الا زدتو داك الحليب المحلى المركز ماشي اوبليجي تزيدو داك سكر فاني، غير زدتو صافي. انا كما قلت لكم يعني ما فيهاش يعني شي مقادير هكا يعني تاخذ الوقت ولا سهله. والنكهات مهم على حسب كل واحد، الا بغيتو تزيدوا النكهات الاخرين كما بغيتو نتوما. يعني انا خليتها غير هكاك بالحليب المحلى المركز، جن المذاق نتاعها مزيون واخا هكاك وصافي عادي سامبل. الا بغيتو يعني تزيدوا هكا نكهه الكراميل، تزيدوا واحد دانيت نتاع الكراميل باش يزيد ليها هذاك النكهه. الا كانت عندكم عاوتاني دوك النكهات اللي كيتباعوا هكاك حتى هذاك ماشي مشكل تزيدوها. وكاين اللي كيزيدوا فيها عاوتاني حتى الفلون هكا باش يعطي ليها اللون ويعطي ليها يزيد ليها هذاك النكهه اللي بغيتو، سواء نتاع لافخيز سواء نتاع كيك الكراميل ولا نتاع الشوكولات كيما بغيتو. المهم انا درت النكهه غير في هذاك الاخر نتاع لي ساشي. وهنايا زدت المهم داكشي اللي بقى ليا في العلبه نتاع الحليب المحلى المركز، زدتو هنايا صافي. غير خصك تضربيه مزيان وصافي باش يطلع مزيان. من بعد المهم هكاك المهم يعني شي 3 دقائق حتى هذا، يعني ماكسيموم هكاك 3 4 المهم ما كاملش يمكن 4، غير خصو يتضرب مزيان يكون يعني يجي عاقد هكا واقف مزيان. كما كتشوفوا يعني هنايا ملي ضربته مزيان جات الكريمه يعني عاقده مزيان. وكما شفتوا يعني ما درتش ماركه في الكريمه السائله، يعني ماركه نتاع اوشون هكاك ماركه عاديه وصافي نتاع اوشون صافي رخيصه. ولاني ملي درتها في المجمد يعني بردت مزيان، وداك الاناء عاوتاني دخلته للثلاجه يعني جات هكاك عاقده مزيان غير هكاك الكريمه وصافي. وهنايا جبت من الثلاجه داك الليمول اللي درتهم وكنت غطيتهم بالفيلم اليمونتير، من الاحسن يعني تغطوا بالفيلم اليمونتير باش ما يشموش الريحه، عاوتاني باش تحافظي عليهم يعني ما كان لي باكتيري ولا شي حاجه، يعني كون حسن مغطيه صافي. بديت عاوتاني نقسم عليهم داك الخليط اللي درته من بعد بالكريمه السائله، نص درتو في واحد ونص الاخر درتو في الاخر في المول الاخر. نور اضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكانما سطعت شموس في دمي، وكانما قمر السماء تعددا، وكانما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا حظ من باسم الحبيب تزودا، هو بالرسالة والهداية قد صافي. المهم اللي نسويها هكا تجي متساويه، نغطيها بالفيلم اليمونتير عاوتاني وندخلها المجمد وتبقى تماك. المهم على الاقل خصها 4 سوايع، انا خليتها المهم ليله كامله حتى الغدا حيت كانوا عندي الضيوف، على داكشي وجدتها بالليل وحتى الغد ليه عاد يعني كليناها وجات مزيونه يعني جات فتيه. غير واحد الحاجه خصكم ديروا اتونسيون على حساب يعني المجمد والكونجيلاتور، يعني كاين لي كونجيلاتور ما عرفتوش القدامين ولا شي حاجه، يعني كي بحال داك لا كلاص كيجي يعني جامد بزاف، كيجي قاسح بحال لا كلاص بحال كلاص هكا بحال الثلج قاسح. انا هادي جاتني فتيه، المهم غير على حسب المجمدات. كاينين بحال اختي قالت لي راه عندها واحد عندها الفريغو نتاعها هكاك، يعني ملي كتجيب واخا تجيب لا كلاص من برا يعني يكون هكا فتي، ملي كديرو عندها يعني كيجي قاسح بزاف. على داكشي ما عرفت على حسب المهم لي مارك ولا على حسب يعني واش قدامين ولا جدادين، والله ما عرفت. المهم في التقديم النهائي هكا درت له يعني مع الفواكه وتزيين، يعني كيبقى على حسب الاختيار. المهم انا زينته هكا بديك لي غاتو باللي فرومبواز هكا كونجلي. المهم
المهم هادو صور الاطباق اللي رافقتهم في داك النهار نتاع العرضه. المهم ديك البايله راني درتها في القناه ونخلي لكم الرابط نتاعها في صندوق الوصف. وهذا المهم المفور مع الخضر الصوتي هكاك مش حرام وصافي. وهذا يعني الطبق اللي من بعد مع اتاي. المهم شكرا لكم بزاف على المشاهده نتاعكم وعلى التعليقات نتاعكم. شكرا بزاف حيت بقيتو حتى الاخر والى اللقاء.